مازلنا مواصلين معكم، وكما قلنا قبل الفاصل باش نحكيوا على موضوع الأفارقة، باش نحكيوا على وضعية تونس الدبلوماسية اليوم، خاصة بعد اللي تحكي الكل من حملات قاعدة تصير ضد الأفارقة، من فيديوهات ريناهم، من دي لايف عملوهم أفارقة موجودين في تونس. دونك باش نحكيوا بأكثر تفاصيل على هذا الكل مع دبلوماسي عبد الله العبيدي اللي معنا في المباشر. صباح النور سي عبد الله. اهلا وسهلا لكم ولمستمعينا، مرحبا. مرحبا بك يا سيدي. دونك اكيد وكبت معنا الناس الكل، كنا حكينا قبل على الموضوع هذايا، على الافارقه في تونس اللي قاعد يصير، الحملات اللي قاعده تصير، لي فيديو اللي كانوا هبطوهم واللي تعرضوا له انه طردوا من ديار، انه صاروا لهم حملات نجم نقولوا عنصريه صارت ضدهم. كيف رينا بلاغ رئاسه الجمهوريه البارح، حكي على العنصريه المزعومه، حكي على تاريخ تونس مع المنظمات الافريقيه وانتماء الافريقيا، حكي على اجراءات جديده زاده للافارقه المقيمين في تونس. دونك هذا الكل كيفاش نجموا نقراوه سي عبد الله في الوضعيه هذه، هل ينجم ياثر على الدبلوماسيه التونسيه في افريقيا، خاصه انه برشا قراوا البلاغ على انه خوف من القادم، من شنو ينجم يصير، والا من شنو ردود الافعال اللي تنجم تصير من الدول الافريقيه بعد ما تحكي على العنصريه في تونس. هو انطلقت ردود الافعال بعده، احنا شفنا فيديوهات جايه من افريقيا، من غينيا بشكل خاص. نحكيوا على ردود افعال رسميه، ردود افعال رسميه، شفنا انسانه قاعده يعني تعامل معامله سيئه، شفنا رجال توانسه متعاونين ربما مهندسين ولا اساتذه ولا حاجه، بدات مثلا غينيا، انا شفت غينيا اخص بالذكر غينيا لان شفت فيديو جاي من غينيا، يعني اعوان شرطه قاعدين يعاملوا معامله سيئه في بعض التوانسه، رد فعل، وربما يستعرضوا في التعامل هذا باش يردعوا الحكومة التونسية على ما هي قادمة عليه، خصوصا وأنه الحديث شفت وزير كذلك إيفواري يحكي أنه ثم 750 من ولا 725 من الأفارقة من مختلف جنسيات التجوا إلى سفارة غينيا، سفارة الكوت ديفوار في تونس ساحل العاج، وقعدوا يفرزوا فيهم وباش يرحلوهم ذات الطائرات، يعني تسخير طائرات إيفوارية لترحيل، يعني قامت درجة كبيرة ما كانش لها لزوم، خصوصا أن الخطاب كان فيه من نبرات عنصرية غير مقصودة ممكن، لكن المهم أنه فهموها المعنيين بالأمر هكا، وكان ما كانش لها لزوم، كنا نجمو نمسكوا حدودنا، كنا نجمو ان يعني نطبقوا قانون قوانين على بعض الافراد او بعض المجموعات الضيقه تدريجيا، حدودنا نعرفوها ما يسمسوك سواء كان بالنسبه للبضاعه ولا للاشخاص، وقمنا فرد مره وحبينا نردوا الفعل بطريقه ما هيش كانت تنجم، زاد الحلول توجد ويقع التداول فيها مع شركائنا الافارقه، يعني وراء ابواب مغلقه بين مسؤولين من غير ما ندخل الشعبويات. هل تعتبر انه ورطنا رواحنا اليوم بالبلاغات اللي صدرت، بنوعيه الكلام اللي تكتب واللي على اساسه تصنفنا من برشا ناس انه نحن عنصريين؟ بالتاكيد ورطنا رواحنا، خصوصا انه السياسه ما هيش بلاغات وما هيش تصريحات وما هيش السياسه علاقات وشبكات، والمفروض أن تونس فيها خيرات ربي من الناس اللي يعرفوا افريقيا وعندهم اصدقاء في افريقيا، تعرفوا اللي برشا افارقه درسوا في تونس منذ الستينات ومنذ السبعينات، واللي فيهم وزراء وفيهم مسؤولين وفيهم رجال اعمال، وفيهم مثل ما تلتجي امريكا وغير امريكا الدول العظمى يلتجيوا مرات رجال اعمال ولا رياضيين ولا كذا باش يرتبوا امورهم مع جهات اخرى، خصوصا انه نعلم انه تونس عندها رصيد كبير على مستوى التاريخ، نعرفوا علاقات بورقيبه مع فؤاد بواني وتفاو بلاوه و مدير بوكايتا، يعني رؤساء ونيريرا ويعني نكروما اللي جا لتونس، هذوما الكل شفناهم في تونس احنا في السبعينات وفي الثمانينات، المفروض انه ما كناش في حاجه احنا للاساليب الرعناء نجم نقول بكل صراحه، يعني ما كناش وتوا ردوا في الفعل بخطابات ما تكفيش، يلزم رجال، ونعرفوا عندنا ناس في تونس اللي نجموا يعاونوا على هذا، استنكاف المنظومة القائمة على اللجوء إلى الكفاءات التونسية في مختلف المجالات حتى بطريقة يعني محدودة، يعني موضعية كما يقولوا بونكتوال للتعاطي مع الملف الفلاني، بربي فلان إيجا معناتها نشوفه في البلدان العالم الكل يلتجيوا الكفاءاتهم من مختلف القطاعات، مش لازم بالضرورة السياسيين قدم، حتى أساتذة، حتى ناس مارسوا مسؤوليات، احنا نعرفوا الاتحاد المغاربي كان عندنا في 203 ولا 4 ومنا عاملين متتالين، نعرفوا الجامعه العربيه كان عندنا شكون فيها، نعرفوا يعني اطارات وحتى ومنا العامين،
المفروض انه افريقيا كذلك، احنا نعرف رصيدنا كبير ياسر في افريقيا، رصيدنا كبير ياسر، المفروض ان نستغلوا هالرصيد هذا باش نعاود نرجع حتى حجم قرا ما نتكلم عليها حد مع الاسف في تونس بالعالم تاعنا. ما تنجمش تتصور قداش يتعب التونسي عندما يتنقل في بلاد من البلدان افريقيا ولا غير افريقيا، لكن الوقت الحاضر في افريقيا، اما حتى كي يمشي بلاد اخرى يوصموه بانه مواطن تاع بلاد تمارس العنصريه، حتى كي يمشي يدافع على حقه يقول له شوف بلادك. يعني حتى التعاطي مع مواطنين في افريقيا توا باش يتعبوا اولادنا وبناتنا والمتعاونين نتاعنا والرجال الاعمال الى غير ذلك، خصوصا وانه الناس الكل يقولوا افريقيا اليوم اصبحت محط الامل بالنسبه للتطور الاقتصادي ولا اليوم سي عبد الله بالبلاغ اللي كان صدر والاجراءات الجديده للمقيمين الافارقه في تونس، هل انه فما تدارك شويه للوضعيه ومحاوله اصلاح؟ لا ما فماش تدارك، على خاطر مع الاسف الفريق الموجود حاليا يسخايل السياسه كلام. السياسه وقتاش يولي تدارك؟ وقت اللي يقوم رئيس افريقي ويجي لتونس وبعد ما يتقابل هو الرئيس يعمل بلاغ يقول راه مقعش وفاهم ونعرفوا تونس ماهيش هذيك ونعرفوا كذا، ولا والرئيس نتاعنا يتبادل زيارات ولا يستقبل سفراء في جو في جو مرح في جو يعني زاهي هكا ورانا ما فهمناش، والمهم انه نرجعوا مواطنين ومواطنيهم اللي بالطبيعه مقيمين ودخلوا لتونس بطريقه شرعيه. انا ما نشككش بانه تونس ومانيش ضد انه تونس تمارس سيادتها على ترابها وعلى حدودها، ونقبل 100% انه تونس تردع من يريد يعني اختراق حدودها ولا سيادتها، لكن ثم اساليب حتى الخصم ما ينجمش يرفضها. اذا انت تلتجي للقانون وتلتجي للوسطات قبل ما نستعملوا الاسلحه الثقيله اللي فيها عداء، خصوصا عندما نحكيو على الهويه ونحكيو على الجرائم ونحكيو هذا الكل تنجم تمارسها يعني المحاكم، تمارسها الجهات القضائيه، ماهيش من دور يعني وزير ولا رئيس جمهوريه ولا رئيس حكومه باش يتكلم على الامور هذه. اليوم بعد اللي صار هذا الكل، كيفاش ينجم يأثر هذا على الدبلوماسية التونسية الإفريقية بخلاف المواطنين اللي اليوم كما قلت انت قاعدين يتعرضوا هما العنصرية بطريقة أخرى، بخلاف التوانسة اللي المستثمرين وإلا الرجال الأعمال اللي مصالحهم في إفريقيا باش تتعطل، اليوم الدبلوماسية ككل التونسية الإفريقية كيفاش تتأثر؟ والله ما نعرفش إذا كان عندنا اليوم دبلوماسية عموما ودبلوماسية إفريقية بصفة خاصة. أنا شفت سمعت سفير تونس في الكونغو يتكلم بطريقة رعناه. الناس ما عندهمش التجربه مع الاسف، لانه يعني وقت اللي فرغوا الاداره اللي جاء قدامهم سماه سفير ولا سماه قنصل الى غير ذلك. السفير في بلاد ما عندوش باش يعطي تصريحات ويقول شبيها الحاجه الفنيه ويحاجج محاجج وكذا، السفير هو باش يربط العلاقات ويرتب الاجواء. هي كيف تقول كلمه دبلوماسيه نعرفوها شو يحب يقول، حاجه سلسه حاجه رقيقه كيف نقولوا بالسياسه، حتى دخلت في لغتنا الدارجه كلمه بالسياسه. بالسياسه ما هيش بالعنزه والفنزه، السياسه نعرفوها هي ساعد روح هكا دخلت في المصالحات نتاعنا احنا. اليوم يعني تسيب القنبله ومن بعد تحب ترمي عليها شريقه باش تطير فيها، مش ممكن. اللي تضرر ما عادش، خصوصا عندما تخدش في سمعته وتخدش في هويته وتنعته بالمجرم الى غير ذلك. اليوم ينجم يكون الاصلاح كما قلت قبيله سي عبد الله، انه تقريبا انه تكون فما زيارات، يكون فما ما بين اعلى هرم في السلطه وسفراء والى رؤساء دول. لا نحب ينجم رئيس الجمهوريه ينجم يلتجي لكفاءات موجوده وعندها رصيد في افريقيا، كيف يمشي ياخذ باسبور ويمشي لافريقيا في اي مطار يستقبلوه بالاحضان، لانه علاقاته مع ناس عندهم مكانتهم في البلدان هذه. وعندما يقوم رئيس افريقيا يعمل تصريح ولا يجي لتونس باستدعاءه، يجي لتونس ويقابل الرئيس ويقابل بعض المسؤولين ويعمل تصريح يقول سحابه صيف نتجاوزها واحنا اخوه والى غير ذلك، كما كانت قبل الامور وقت البورقيبه وقت نقولوا حتى بن علي، فهمتني؟ ما ثمش حل اخر، يعني بنفس الوزن نتاع الضرر اللي يحصل نحاولوا ندويو زاد كيف مش مجرد بلاغ يهبط على الصفحه الرسميه لرئيس الجمهوريه. السياسه ماهيش لغه، السياسه الظاهر منها لغه والبقيه الكل مخابرات وكواليس وعلاقات شخصيه الى غير ذلك. احنا نفكر وقت اللي فلان في طارق بن عمار وما نعرفش الاخر وبرلوسكوني وجهات يعني خاصه
توا لو كان انا نلقالك حتى تزينا معناتها من المسؤولين التوانسه غدوه الصباح تبعثوا لافريقيا توا الناس الكل يستقبلوه بالاحضان. كان عندنا تونسي اسمه صادق فياله كان امين عام منظمه الاحزاب الاشتراكيه الافريقيه. وكانوا رؤساء الدول والوزراء يعني عشناها الاوضاع هذه يعني اصدقاء يسيتوا وعاملين جو اصحاب هذاك على الاقل قولوش بعض الامطار من الساحه السياسيه نجم يعاون على هم زمان كما يقولوا بالدارجه. وناس اخرين انا ذكرت هذا على خاطر اسمه بارز وفي وقت من الاوقات كان هو لاهي بافريقيا. لكن عندنا خيرات ربي من المسؤولين والدبلوماسيين السياسيين والدبلوماسيين اللي نجموا يعاونوا على يعني رعب الصدع. واضح يعطيك صحة سي عبد الله العبيدي الدبلوماسي عبد الله العبيدي، تحية كبيرة ليك ومشكور برشا على التدخل معنا نحن هكاي نسخ.